أنا سأعود لك عقيل عبد السلام، لكن في هذه اللحظات نروح لاستقبال السفير يحيى غوبر القنصل العام لبلادنا في مومباي. مرحبا بك. مساء النور وأهلا وسهلا بكم. كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة الذكرى 58 لثورة 14 أكتوبر. وأنتم بألف خير، وكل حر يمني بألف خير، وإن شاء الله تعود هذه المناسبة وبلادنا قد تحررت من جميع أشكال الوصاية ومخلفات الاستعمار والإمامة البغيضة بإذن الله. معالي السفير، إذا ما تحدثنا عن احتفالات اليمنيين والجاليات في الخارج في خارج الوطن بهذه الذكرى، الذكرى 58 لثورة 14 أكتوبر، حدثنا عن هذه الاحتفالات في الاستنهاض والحفاظ على هذه المكتسبات، المكتسبات هذه الثورة. بداية اسمح لي أن أقدم تهنئة خاصة في هذه المناسبة. فالمناسبة العظيمة ثورة 14 أكتوبر عام 1963، نعم، وقبلها ثورة 26 من سبتمبر 1962، يطيب لي ويشرفني باسمي ونيابة عن زملائي في القنصلية العامة للجمهورية اليمنية في مومباي أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لكل أبناء الجمهورية اليمنية قيادة وحكومة وشعبا، سائلين الله عز وجل أن يعم الأمن والسلام ربوع بلادنا الحبيبة. اللهم آمين. وفي هذه المناسبة نرفع أسمى آيات الفخر والعزة والعرفان والامتنان لأولئك الأبطال عشاق الحرية وطالبي الكرامة رافضي الوصاية والخنوع الذين قدموا أرواحهم رخيصة فداء لهذا الوطن، أولئك الرجال الأبطال الذين لم يقيموا وزنا ولا اعتبارا بفارق القوة الهائل بينهم وبين قوات الاحتلال الغاصب، قوات الإمبراطورية التي كانت توصف بأنها لا تغيب عنها الشمس، فكان النصر حليف أبطالنا، وبإرادتهم الفولاذية قهروا جحات للاستعمار وأرغموه على الرحيل من جنوب الوطن. نعم. أما احتفالات شعبنا وأبناء الجاليات اليمنية في الخارج فإن لها في هذه السنوات الأخيرة نكهة خاصة وطعم خاص. بالضبط. وقد تحول الاحتفال من فعاليات رسمية تقوم بها الوزارات والحكومات والسفارات إلى فعاليات شعبية نابعة من إدراك أبناء الجاليات اليمني في الخارج للبون الشاسع بين ما كان عليه عهد النظام الإمامي في الشمال والعهد الاستعماري في الجنوب. كما يقال أنها بضدها تتميز الأشياء، هناك مآخذ أخذت على النظامين الجمهوري في شمال الوطن وجنوبه من انتشار بعض المحسوبيات والفساد، ولكن في السنوات الأخيرة أدرك الشعب أنه انتقل نقلة هائلة أسطورية، عرف أن الحرية والكرامة هي أهم مكتسب يجب أن يحافظ عليه كل يمني حر. معالي السفير، إذا ما تحدثنا عن الدورة الدبلوماسية والدبلوماسيين وأنت أحد هؤلاء في الخارج اليوم في الحفاظ على مكتسبات هذه الثورة، ثورة 14 أكتوبر، ماذا يجب علينا جميعا وعليكم أيضا أنتم كدبلوماسيين ودبلوماسية؟ أخي العزيز، بداية وهذا مبدأ دائما أسير عليه، أقول أن كل موظف حكومي سواء كان دبلوماسي أو إداري في أي مؤسسة، نعم، إذا قام بواجبه الموكل إليه قانونا فهو يؤدي دورا كبيرا في التعريف بمكتسبات الثورتين سبتمبر وأكتوبر. هنا يستطيع الشعب أن يتلمس أن جنوده الأوفياء سواء كانوا جنودا في السلك العسكري أو في السلك الدبلوماسي أو في السلك الإداري للدولة، كل من يعمل بإخلاص معناه أنه يقدم
هذه الثورة تقديما جيدا. هنا واجبنا لا يكفي أننا نتكلم أو أن نقيم الاحتفالات ونبعث التهاني، ولكن أن نثبت في أماكننا وفي وظائفنا وأن نعمل جاهدين لخدمة أبناء اليمن. هنا نستطيع أن نقول أننا قمنا بدورنا المأمول والواجب الوطني والواجب الدستوري الذي يحتم علينا اعترافا وامتنانا لأولئك الأبطال الذين أوصلونا إلى مرحلة أننا سادة على وطننا وأننا رافضين الوصاية على بلادنا كما كانوا هم، لكنهم قدموا ما هو أكبر وأفضل، لقد قدموا أرواحهم. فحفاظا على تلك المكتسبات والتحرر الوطني علينا أن نثبت وأن نؤكد أننا على نهج سائرين عندما نكون مخلصين لوطننا ونقدم كل ما نستطيع في أعمالنا بإذن الله. معالي السفير، وبإذن الله بالإضافة إلى ما ذكرت، نستطيع جميعا بذلك أن نغرس قيم ثورة 14 من أكتوبر وأيضا ثورة 26 من سبتمبر بين أوساط الجميع وعلى رأسهم المغتربين وأبناء الجاليات في الخارج. كنت معنا معالي السفير يحيى غوبر، القنصل العام لبلادنا في مومباي الهند، شكرا جزيلا لك.